طبعا المشاهد كانت صعبة جدا. الزلزال 7 وشوية، دقيقتين، شكرا، السلام عليكم، دقيقتين ونص زلزال. انا عايزة اقول لكم الزلزال كان في سنة كام يا شوش، اللي هو اللي كان قبل كده كان كام؟ لا مش سيبك من 99، اللي هو القريب اللي كنتوا انتوا فيه 2020، كان 2020 الزلزال ده بالظبط. انا متذكره ان انا كنت ساعتها بصلي، مش فاكره كنت بصلي صلاه الضحى ولا ايه، وبعدين قلت هقرا وردي، والحمد لله رب العالمين انا كنت باسدالي، يعني كنت باسدال الصلاه وقاعده، والاولاد في المدرسه الاتنين كانوا في المدرسه الصغيرين، والكبار ده في جامعه في بلد ودي جامعه في بلد تاني بره اسطنبول. بالظبط كان 50 ثانيه، أصعب 50 ثانية مروا عليا كانوا في الوقت ده. أنا قلت خلاص أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وهو طبعا الأمر ما تعداش 50 ثانية، وكان هلع غير عادي، وكان هلع وخوف غير عادي، وكان أمر جلل وكذا. قلت خلاص يعني يا شاء الله أمرا، أنا هينفع أنزل في سلالم، ولا الأسانسير هيبقى شغال، ولا الكلام ده، كل السيناريوهات جت في دماغي. تنيت نستغفر والشاهد في يوم الزلزال بتاع الشيشة، وكان 50 ثانية، ده زلزال قعد 2.5 دقيقة. الإحصائيات امبارح كانت 17 ألف، النهاردة معدية التوقع فوق 20 ألف قتيل، تحت 20 ألف ماتوا، والإصابات فوق 60 ألف، فكتير يعني الأمر كتير. طبعا أنا هتكلم في حكمة ربنا، وهتكلم عن الآيات، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وواجبنا وواجب الوقت، لكن 2.5 دقيقة في أمر. إحنا شفنا البيوت بتعمل كده، يعني الفيديوهات اللي طلعت للناس اللي ربنا نجاها، الفيديوهات اللي طلعت من الناس ذات نفسها، فيديوهات مرعبة، فيديوهات مرعبة. أنتوا عارفين لو الزلزال ده كان في صيف مثلا، لا قدر الواحد لا يتمنى الابتلاء لا في صيف ولا غير صيف، ولكن لو هو في جو خلاف الجو اللي احنا فيه، يعني الفيلنج -6 عندنا، الفيلنج هناك -12 و-20 من كونيا بقى وانت نازل، يعني من كونيا وانت نازل ده كده، ده الفيلنج. فالفكرة ايه؟ الفكرة ان انت في الاول وفي الاخر درجات الحرارة المنخفضة في الوقت ده كارثة، كارثة. يعني اتجمع عليهم هول الردم تحت الأنقاض، واتجمع عليهم في نفس الوقت الكارثة بتاعت درجات الحرارة. فلو ما تمش إنقاذ في وقت معين أو وقت محدد بيموتوا متجمجدين، وده اللي احنا شفناه. الأب اللي كان طالع وكان فيديو له هو بيتكلم، نصه بس كان طالع وكان عايز بس طبعا للونشات، وهنتكلم عن كل الكلام ده، واقول لكم بالتجارب العمليه والناس اللي راحوا والاماكن، حاجه كارثه. فطبعا الونش اللي كان الراجل اللي كان مطلع ايده على الفجر تاني يوم كان متجمد، اتجمد، درجات الحراره رهيبه. الناس اللي بعتوا بتقول ان بيوتها سليمه، سواء بقى اللي في كهرمان مرعش، ولا في التاني اللي في الجنوب، ولا الشمال السوري، وكارثه الشمال السوري. الناس اللي بتقول مفيش تدفئه، ولابسين الهدوم فوق بعض فوق بعض، ده اللي بيوتهم فضلت. ده في كرمان مرعش والبلد تانية اسمها ايه؟ هطاي، كلها الاحياء، كلها الاحياء كلها بالكامل متدمرة، يعني مفيش بيت واقف سليم. دولت بقى لا في لا تدفئه ولا في لا بتاع. طبعا في ناس شفنا مواقف تحفه جدا جدا، يعني لاصحاب المحلات والسوبر ماركت والبيم وال101 كل الكلام ده، والناس اللي مطلعه الحاجه، خدوا خدوا خدوا، ده وقت كوارث، متطلب منا احنا كمسلمين الدعم. الفيديو بتاع الاب اللي بيقولوا له خد شاي وكل بسكوت، قال لهم لا، يعني الفيديو ده ادكاني من قبل ما اشوفه، وبنتي بس بتحكوا لي، وبعدين شفت الفيديو يعني بكيت بكاء رهيب. الراجل بيقول يعني انا عاين البسكوت ده اما يطلعوا بس يطلعوا، هم هنا هم مدفونين هنا يطلعوا، وانا اديلهم لان ده اكتر بسكوت كانوا بيحبوه، مش عارف بيقولهم انا مش عارف اكله. فالموضوع كارثه بكل المقاييس، يعني فعلا فعلا كارثه بكل المقاييس. واعداد الاموات دلوقتي بيطلبوا اكفان، يعني هما دلوقتي طالبين اكفان، يعني الدعم والحاجات العينيه والحاجات ان شاء الله بحطها لكم تحت في الكومنتس، المطلوب من الكيز لاين منزله. يعني احنا عندنا الثلاث مؤسسات الرئاسيه، الافاد والاي ها اللي هي الانسان ياردم والكيز لاين اللي هو الهلال الاحمر التركي، دولت
ابعتين قايمه بالحاجات، عايزين مثلا ب 30000 مش عارفه الايه الحفاضات، وعايزين مش عارفه ايه القطن، وعايزين مش عارفه ايه تطهير، وعايزين الجوانتيات وكل الكلام ده، وطبعا الحاجات العينيه المعاطف والحاجات والاحذيه وكل الحاجات العينيه. النهارده كان في اكتر من جمعيه، وطبعا يعني انا بنتي في مسؤوله في الاي اف، تم استدعائها واكتر من حاجه. النهارده راحوا اكتر من جمعيه، فضلا بيتجمعوا حاجات كثيره جدا، واتحطوا في 400 عربيه تريلا شاحنات طالعه، عايزين شاحنات دلوقتي عشان يعبوا الحاجه من اسطنبول عشان يروحوا للاماكن جنوب التركي وشمال السوري. اللي في جمعيات فضل الله تعالى، بفضل الله تعالى اللي احنا كتبناها في البص بفضل الله تعالى، لسه مبعوتها لي الفيديوهات وهبعتها لكم، احاول او نخلي حد من ماسوني جماعي يبعتوا الفيديوهات اللي طالعه من الشمال السوري بفضل الله تعالى يا رب. بس طبعا قليل قليل، هي كارثه بكل المعايير، هي كارثه بكل المعايير.